الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال: لا حد إلا على مكلف. الصبي والمجنون لا يقام عليهم الحد، لأنه لا نية لهما ولا قصد كاملة. وقوله ملتزم أي مسلم أو ذمي ملتزم أحكام شرعنا. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على اليهودية. قال: عالم بالتحريم، لأن الجاهل بالتحريم بتحريم الفعل لا بتحريم العقوبة معذور بذلك. دليله ما ثبت أن بعضا من الصحابة كانوا في الشام في وقت عمر بن الخطاب، فتذاكروا الزنا، فقال رجل من أهل الشام: بالأمس زنيت. فقالوا: ماذا تقول؟ قال: بالأمس زنيت. فرفعوه إلى والي الشام، وكان والي الجند، فلما أراد أن يقيم الحد عليه قال: ما علمت أن الزنا حرام إلا اليوم. فرفع بخبره إلى عمر رضي الله عنه، فقال: أطلقه، فإن عاد فأقم عليه الحد. فدل ذلك على أنه ظاهر ومستفيض عند الصحابة رضوان الله عليهم أن عدم العلم بتحريم الفعل يكون سبباً لنفي العقوبة، وأما عدم العلم بالعقوبة كم مقدارها فليست عذرا وليست سبباً لإسقاطها. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. نعم، الأصل أن الحدود لما كانت تحتاج إلى إثبات فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، وهو القاضي أو غيره، ومن فعل شيئا من ذلك فقد تعدى. وللأسف بعض من الناس يفتات من جهتين: يفتات أولا على المسلمين بالحكم عليهم بأحكام ليست فيهم ومنها التكفير، ثم يفتات على ولي الأمر بالتعدي فيقتل أناسا بحجة أنهم ليسوا بمسلمين أو لكونهم مرتدين، وهذا فعله ظلمات بعضها فوق بعض، وإنما يكون نفي ذلك بالعلم. ولذا فإنه لا يجوز إقامة الحدود إلا للإمام أو لنائبه. قال: إلا السيد الذي يملك قنا فإن له إقامته، أي إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه دون ما عدا ذلك. هذا أحد القولين في المسألة. نعم. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. نعم، مثل الشرب فإنه يجلد 40 والزنا يجلد 50 وهكذا. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. نعم، بدأ المصنف بذكر أول أنواع الحدود وهي حد الزنا. والزنا يكتب مقصورا ممدودا، لغتان صحيحتان. قال: فحد الزنا، والزنا هو تغيب حشفة في قبل أو دبر أصلي لا يحل له. قال: وهو فعل الفاحشة، وعرفنا ما المراد بحد فعل الفاحشة قبل قليل، في قبل محرم أو دبر محرم، سواء كان الدبر من امرأة لا تحل له أو من ذكر، ففي كلا الحالتين يلحق بالزنا. ففعل اللواط حكمه حكم الزنا، إن كان محصنا يرجم حتى يموت، هذا الذي مشى عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم. إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. نعم، يقول الشيخ: إذا كان محصنا وهو الذي تزوج، معنى قوله تزوج أي تزوج زواجا صحيحا، فإن كان الزواج فاسدا مختلف في صحته ولو حكم حاكم به كأن يكون زواجا بلا ولي فنقول لا يسمى محصنا. قال: ووطئها، لا بد أن يكون فيه وطء، وهما أي الزوجان حران بمعنى أن الزوجة ليست أمة، مكلفان بمعنى أنهم أو أنهما عاقلان بالغان. قال: فهذا يرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم 3 والرابع اليهودي، فدل على أن الحكم محكم. وقد جاء في كتاب الله عز وجل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وكتاب الله عز وجل بيّن الله عز وجل أن بعضه منسوخ، فقال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ في كتاب الله عز وجل 3 أنواع: نسخ للحكم والتلاوة معا، ونسخ للتلاوة دون الحكم ومنه هذه الآية، ونسخ للحكم دون التلاوة. نعم. وإن كان غير محصن جرد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام،
ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات. نعم، الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين فقط، وما عدا ذلك لا يثبت به، إما بالشهادة أو بالإقرار. نبدأ أولا بالإقرار. قال لا بد أن يقر على نفسه أربعا، ولا بد أن يقر بالفعل الصريح، لأن بعض الناس يظن أن فعله ليس يظن أن فعله زنا، وهو في الحقيقة ليس بزنا. ولذا لما جاء ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فأقر عنده بذلك، فقال أفعلت كذا، وهو الفعل الصريح، لعلك فعلت كذا، لعلك قبلت، لعلك لمست. فلما صرح بالفعل الصريح حينئذ أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. إذن لا بد أن يقر به، وهذا الإقرار لا بد أن يكون بالصريح تماما. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون الإقرار أربع مرات، يدل على ذلك أكثر من حديث، منها أن ماعزا لما أقر الإقرار الأول أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقر ثانيا فأعرض، فجاءه المجلس فجاءه من جهة المقابلة حتى أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، أخذوا من ذلك أنه لا بد من تكرار الإقرار أربع، ودل على ذلك أكثر من معنى. السبب الثاني الذي يثبت به الزنا أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم. نعم، قال لا بد أن يشهد عليه أربعة عدول، قوله عدول أي رجال. الأمر الثاني أنهم يكونون عدولا ظاهرا وباطنا. الأمر الثالث أنه لا بد أن تكون شهادتهم متفقة، أين وكيف ومن، كذا يقول العلماء، بأن يشهدوا على الزنا بامرأة واحدة ولا يلزم أن يسموها، فإن اختلفوا قال رجل زنى بفلانة أو وصفها فلان كذا، والثاني قال زنى بوصفها كذا، لا تثبت، لا يثبت به الحد. هذا من وكيف، صفة كيف رأوهم، وأين، لا بد أن يشهدوا على فعل واحد في مكان واحد، فإن اختلفت شهادتهم فحينئذ لا يقام الحد. فلو أن رجلا زنى مرتين فشهد شاهدان على الفعل الأول وشهد آخران على الفعل الثاني لم يقام عليه الحد. كما أن من شرط هذه الشهادة أن تكون في مجلس واحد، والمراد مجلس واحد أي مجلس القاضي. فلو أن ثلاثة شهدوا والرابع لم يحضر مجلس التقاضي وتأخر إلى الغد، نقول لم تقبل شهادة الأوائل الثلاثة بل ردت ويقام عليهم حد القذف، وإن جاء الرابع بعد ذلك، ما دام قد انفك مجلس القضاء ولم يشهد الرابع ردت شهادة الثلاثة ولو جاء بعد ذلك. ولذا أيها الأفاضل، فيندر إن لم يقل، إن لم يعني يمكن أن يقال إنه لا يوجد ثبوت لإقامة حد الزنا بالشهادة، وممن ذكر ذلك ابن كثير في البداية فقال إنه لا يوجد. وفي القضاء عندنا في المملكة وبحمد الله عز وجل وإنعامه، وأقولها بملء فيا، أن القضاء الشرعي قائم وكل الحدود قائمة على السنة، لم توجد قضية واحدة منذ الحكم في القضاء السعودي الأخير عمره أكثر مئة سنة ثبت بشهادة أبدا، وإنما يثبت الزنا بالإقرار غالبا. نعم، قال يصرحون بالشهادة، عرفنا كيف التصريح في أين وكيف وما وأين و أين وكيف لا أين ومتى أين ومتى ومن. نعم، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. نعم، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم، وعن عبادة بن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة، والرجم، رواه مسلم. نعم، تقدم هذا الحديث. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. نعم، هذا تعليق من المصنف على حديث عبادة، إذ الرجم شرع ابتداء أن يجمع فيه بين جلد مئة ثم ترجم أو يرجم الزاني والزانية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في رجمه لماعز الأسلمي والغامدية رضي الله عنهما إنما رجم ولم يجمع معه الجلد، فدل على أن الجلد قد نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم. حد القذف. نعم، بدأ المصنف بذكر حد القذف، وناسب أن يذكر بعد الزنا لأنه رمي به. ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. نعم، قال من قذف بالزنا أو باللواط، لأن اللواط يأخذ حكم الزنا، محصنا سيأتي بعد قليل من المراد بالمحصن، إذ الإحصان في باب الزنا غير الإحصان في باب القذف، فهما مختلفان. قال ومن قذف بالزنا محصنا وهو العفيف أو شهد عليه به، أي شهد على عفيف وهو من عرف بالعفة سيأتي،
بالزنا ولم تكمل الشهادة بأن انقضى مجلس التقاضي ولم يحضر باقي الأربعة، أو لم تقبل شهادة بعضهم إما للاختلاف أو لعدم العدالة أو لغير ذلك. قال جلد 80 جلدة، فيلزم أن يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فيجلدون 80 جلدة ولا تقبل لهم الشهادة، وهي العقوبة التبعية. وقذف غير المحصن فيه التعزير. نعم، الذي فيه التعزير أمران. الأمر الأول أن يكون سبا بغير الزنا واللواط، فنسميه سبا ولا نسميه قذفا، هذا فيه التعزير. الأمر الثاني أن يكون قذفا لغير المحصن. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. نعم، قال هذا هو المحصن، لأن القن إذا قذف بالزنا فلا حد، وإنما فيه التعزير. وكذلك من كان دون سن البلوغ، لأنه إذا كان دون سن البلوغ فلا يتصور منه عادة هذا الفعل ولا التكليف، فإنه حينئذ لا يكون. وبعض أهل العلم يقول إذا أمكن منه الوطء المسلم، لأن غير المسلم لا يكون كذلك. العاقل العفيف، لأن العبرة بالعفة وهو الأصل. نعم. التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر التعزير. والتعزير عادة العلماء أنهم يوردونه بعد حد الشرب، والمصنف لم يورد حد الشرب، ولعل السبب والعلم عند الله عز وجل أنه تكلم عن المحرم في المحرم من الشرب في الأطعمة، فلذلك لم يذكره، مع أن هذا ليس كافيا، فنقول نسيه، سقط سهوا أو غير ذلك من الأمور. إذ عادة العلماء إذن يتكلمون عن التعزير في باب حد المسكر. وسبب ذكرهم للتعزير في باب حد المسكر خاصة، فيجعلونه بابا تحت كتاب حد المسكر، لأنه عندهم لا يجوز الجمع بين التعزير وبين حد من الحدود إلا في شرب المسكر، لمن شربه في الحرم أو في مكان محرم في مكان يعني معظم، فحينئذ يجمع له بين عقوبة الحد والتعزير، وما عدا ذلك فالأصل عندهم لا يجمع بين الحد والتعزير. قال الشيخ: والتعزير واجب. قوله واجب أي لازم، لا أنه واجب الحكم به، حيث رفع إلى التقاضي فحينئذ يكون لازما باعتبار الوجوب. في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، أي في كل معصية لله عز وجل لا حد مقدر من الله عز وجل فيها ولا كفارة أوجبها الله، لأنه لا يجمع بين التعزير والحد ولا يجمع بين التعزير والكفار، هذه قاعدتهم. والخلاف في هذه المسألة مشهور جدا. بقيت عندنا مسألة، وهو أننا قلنا إن التعزير يكون في المعاصي، أما في الأمور العامة التي تكون من باب التنظيم ففقهاؤنا لا يسمونه تعزيرا وإنما يسمونه تأديبا. فمخالفة مثلا نظام المرور، العبارة الدقيقة أن لا نسميه تعزير وإنما نسميه تأديب، وإن كان بعض الناس يتجوز في تسمية العقوبات الأخرى تعزيرا. نعم. حد السارقة. بدأ يتكلم مصنف عن السارقة، والله عز وجل ذكرها في كتابه فقال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء. نعم. ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم، بدأ المصنف في ذكر كيفية عقوبة السارق، فقال: من سرق. الفعل لا يسمى سرقة إلا إذا كان على وجه الخفاء، لأنه إذا لم يكن على وجه الخفاء فلا يسمى في لسان العربي سرقة، وحينئذ لا يدخل في حده الذي في كتاب الله. إذ لو كان على وجه المغالبة والقهر فليس سرقة، وما كان على وجه خفة اليد كالبط ونحوه كالاختلاس وغيره يسمى اختلاسا فليس بسرقة. إذ الاختلاس في كتب الفقهاء غير الاختلاس الذي عندنا الآن. الاختلاس في لهجتنا الدارجة الآن هو خيانة الأمانة، والاختلاس عند الفقهاء هو الأخذ على وجه خفة اليد أمام عينيه. إذن السرقة من شرطها أن تكون على وجه الخفاء، ولها شروط، أنها لابد أن تكون من حرز ومن إخراجه، وسأشير له بعد قليل. من شروطه أنه لابد أن يكون قد بلغ نصابا، وهذا الذي أشار له المصنف في قوله: سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه. ما هو النصاب؟ انتبهوا معي، ورد حديثان أنه ربع دينار من الذهب، وورد أنه 3 دراهم من الفضة. فالمشهور أن التقدير بهما جميعا، فمن سرق عرضا
يساوي الأقل منهما فإنه تقطع يده. لنحسب، قلنا إن الدينار الواحد يعادل كم جرام؟ 4 جرامات وربع. الجرام الآن في سعر هذه الأيام تقريبا لنقول هو أقل من 200 ريال، لنقول إنه 200 ريال، فحينئذ يكون النصاب كم؟ الجرام الواحد 200 ريال، ربع الدينار كم جرام؟ جرام واحد وربع الربع، وحيث قلنا إنه جرام واحد فالجرام احسب كم جرام اليوم من هذه، لا أعلم لكن أظنه قريب 200 أو أقل. إذا النصاب الذي تقطع به اليد في السرقة بالذهب تقدر تقريبا 200 أو أقل بقليل. إذا قلنا إنه 3 دراهم، قلنا إن الدرهم تقريبا 3 جرامات، فيكون النصاب كم؟ 9 جرامات، وقلنا إن الجرام بسعر هذه الأيام كم؟ ريالان. حينئذ يكون نصاب السرقة كم؟ 18 ريالا. انظر الفرق، إذا عرفت الفرق بين الاثنين. فالعلماء يقولون من سرق عروضا فإذا كان العرض يعادل أحد النصابين قطعت يده، هذا هو المشهور. الرواية الثانية هي التي مشى عليها المصنف وعليها القضاء عندنا، أنه مثل ما قلنا في تقدير الديات أن نصاب السرقة إنما هو مقدر بالذهب فقط، وأن التقدير الذي جاء في حديث ابن عمر ب3 دراهم إنما هو من باب التقويم، حيث كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعادل 12 درهما، فربع الدينار يعادل 3 دراهم، فقد يختلف التقويم من زمان إلى آخر، وهذا هو الصواب. فالمصنف هنا خالف المشهور وذكر ما عليه العمل عندنا في القضاء. قال أو ما يسوي، هذا هو محله، قال أو ما يسويه من المال من حرزه، هذا الشرط الثاني أن يكون من حرزه، والحرز يختلف باختلاف المال، وقد أطال العلماء في بيان أحراز، لكن المهم في الحرز أمران: هتك الحرز وإخراج المال منه. فلو كان الحرز لم يهتكه وإنما هتكه غيره وذهب من غير مواطأة بينهما، فإنه حينئذ لا قطع على من أخذ المال. جاء رجل وكسر القفلة وانفتح الباب وذهب، فجاء شخص وجد الباب مفتوحا وأخذ، لا نقول إنه سارق لأنه لم يهتك الحرز، هذا واحد. ثانيا، لا بد له أن يخرج المال من الحرز وبناء عليه. فلو دخل امرؤ حرزا، دخل بيتا ليسرق، ثم أكل المسروق أو قبض عليه في داخل البيت قبل أن يخرج بالمسروق من الحرز، فلا يقطع لأنه لم يخرج العين المسروقة من الحرز، إذن يلزم الهتك وإخراج المال من الحرز. نعم. قال قطعت يده اليمنى، فيكون القطع باليمنى من الكف، مفصل الكف من هنا، لأن أقل ما تسمى اليد من مفصل الكف ويسمى الرسخ. وحسمت، معنى حسمت يعني أنها غمست في زيت مغلي، حيث كان في ذلك الزمان لا يمكن منع الدم من أن يسيل إلا بالحسم، الآن بالخياطة. نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى. نعم. فإن عاد إلى السرقة قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، بحيث أن عرقوب الكعب يكون باقيا، فإذا مشى لا يميل، وإنما يقطع من المفصل من أسفل القدم المشط وما وراءه، لكن يبقى العقب يبقى، وهذا معنى قوله من مفصل الكعب. نعم. وحسمت أي حسمت الرجل. فإن عاد حبس. قال فإن عاد للسرقة حبس ويعاقب عقوبة تعزيرية، ولا يقطع منه شيء بعد ذلك، ولا يقطع غير يد ورجل. نعم، لا يقطع غيرها. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عمر فقال قال قطعت في مجن ثمنه 3 دراهم، فهذا المجن عرض قوم ب3 دراهم وتعادل ربع دينار باعتبار عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. نعم، الثمر هو ثمر الشجر ومنه التمر، والكثر هو الجمار الذي نسميه في لهجتنا الدارجة، نسميه ماذا؟ شحم النخل. النخل إذا كسرته في جوفه شيء أبيض لذيذ الطعم جدا، هذا يسمى كثر. هذا أخذه لا قطع فيه لأنه ليس حرزا، لكن تضعف فيه الغرم، فمن أخذه بذل ضعف قيمته، فلو كانت قيمته 1000 ألزم بأن يبذل 2000. نعم.
حد الحرابة. نعم، بدأ المصنف يذكر الحرابة. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها. نعم، هذا هو الأصل في الحرابة. وبعض العلماء يسمي الحرابة بقطاع الطريق، والتعبير بقطاع الطريق هو من باب الإشارة لبعض صور الحرابة، إذ الحرابة ليست خاصة بقطاع الطريق كما سيأتي بعد قليل. وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. نعم، يقولون إن الحرابة تسمى حرابة بشروط. أول هذه الشروط أنه لا بد أن يكون هذا المحارب قد استخدم قوة وسلاحا، ولو كان سلاحه العصا أو كان سلاحه الحجر، فكل ذلك يسمى سلاحا. فكل من خرج على الناس بسلاح وقوة ولو حجرا أو عصا فإنه حينئذ يسمى سارقا، يسمى محاربا. الأمر الثاني أن يكون فعله هذا مغالبة، ولذلك أشار له المصنف بقوله بنهب، بمعنى أنه يأخذ السلاح على وجه القوة والمغالبة ولا يكون كالسارق، فإن السارق إذا جاء على وجه الخفاء ولو كان معه سلاح فلا نسميه محارب وإنما نسميه سارق. لكن ذاك الرجل الذي جاء بسلاح وأخذ المال على وجه القوة بالسلاح فإننا نسميه محارب. قال: أو قتل، يعني أنه استعمل القتل للحصول على المال أو لأجله فعل، فإنه يسمى محارب. وهذا المحارب عبر المصنف بكونه يقطع الطريق، ليس لازما أن يكون قاطعا الطريق، إذ العلماء يقولون إن المحارب قد يكون في البلد وقد يكون خارج البلد، وخارج البلد هو الذي يسمى قاطع الطريق. وإنما عبر بكونه قاطع طريق، وقد يكون بعض العلماء بوب على الباب كله بباب قطاع الطريق من باب ذكر البعض ويقصد به الكل، أو من باب ذكر الصورة الأعم والأغلب. ولذا فإن صورا كثيرة تسمى حرابة، وبناء عليه فعندنا في القضاء مثلا أن كل من سطى سطوا مسلحا فإنه يسمى محارب. كل من استخدم السلاح بالسطو المسلح، دخل دكانا فعرض سلاحا وقتل فنسميه محاربا. كل من خطف طيارة أو سيارة أو خطف شخصا فإنه يسمى محاربا، سواء كان غرضه القتل أو سواء كان غرضه المال فإنه يسمى محارب، لأنه أخذ هذا المال أو أخذ هذا الشخص على وجه القوة بقوة السلاح، فحينئذ يكون حكمه حكم المحارب. ولذا فإن الحرابة عقوبتها شديدة لأنها تضر المجتمع، ففيها تخويف، إذ الناس إذا رأوا شخصا بالسلاح داخل البلد أو خارجها يعرض لهم لينهب أموالهم أو ليقتل أنفسهم فإنهم قد يمتنعون عن كثير من تصرفاتهم ولا يخرجون من بيوتهم خوفا من ذلك الرجل، ولذلك شدد في عقوبته أشد من عقوبة السارق. بدأ يتكلم عن عقوبته، وسبب هذا التفصيل هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، فإنه ذكر الكلام الذي سيريده المصنف بعد قليل. فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب. نعم، جاء في كتاب الله عز وجل في الآية ثلاث عقوبات، وهو القتل، أو أربع عقوبات، وهو القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف والنفي من الأرض. عندنا لنشرح هذه العقوبات ونشرح متى تكون هذه العقوبات. أما القتل فواضح، فإنه يقتل بالسيف. أو الصلب، ما معنى الصلب؟ الصلب معناه أنه بعد القتل يعلق، قد يعلق شيئا ساعات أو دقائق وربما أكثر، لكي يخوف من كان على طريقته أو يرغب أن يكون مثله، ويطمئن المجتمع، إذ المجتمع إذا رأوا الجاني مصلوبا فإنه حينئذ يأمنون. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قطع اليد والرجل من خلاف بمعنى أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى فتكونان عكس بعضهما، وهذا معنى الخلاف، أي مخالفة بعضها من بعض، هذا معنى الخلاف. بعض الناس أستغرب يقول من خلاف أن تقطعها وهو لا يرى، لا، ليس هذا المراد. من خلاف أي مخالفة اليمنى مع اليسرى. أو ينفوا من الأرض، معنى نفي الأرض بمعنى أنهم يطلقون ولا يتركون يأون إلى بلد واحد، وإنما كلما استقروا في بلد طردوا منه إلى بلد آخر، فكما أخاف الناس فإنهم لا يؤمنون ويبقى الخوف عندهم. هذا المسألة الأولى، عرفنا العقوبات.
الأمر الثاني، متى تكون هذه العقوبة؟ فيها قولان. المصنف هنا مشى على المشهور. القول الذي مشى على المصنف هو المشهور، أنه قال من قتل وأخذ مالا، أي المحارب إذا جمع بين قتل آدمي معصوم وأخذ مال ولو قل نصاب أو أقل، لا ننظر للنصاب، فإنه يقتل ويصلب، فيجمع له بين القتل والصلب، لأنه جمع بين الأمرين. ثم قال ومن قتل تحتم قتله. قال ومن قتل تحتم قتله، أي وجب قتله. وتعبير المصنف بقوله تحتم قتله معناها أن قتله يكون حدا، فليس فيه عفو من أولياء الدم، وليس فيه عفو من ولي الأمر، لأنه حد، لأن الولي الأمر إنما يعفو عن العقوبات التعزيرية، وولي الدم إنما يعفو عن القصاص، وأما الحدود فلا يدخل فيها العفو من أحد. وهذا معنى قوله تحتم، أي قتل حدا حقا لله عز وجل. ثم قال ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، يعني من أخذ مالا من غير قتل أحد قطعت يده ورجله من خلاف. ثم فسر معنى الخلاف فقال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، فكان متخالفين. ومن أخاف الناس نفي من الأرض، نعم، من أخاف الناس بمجرد رفع السلاح ولم يسرق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفسا بمجرد الإخافة فإنه ينفى من الأرض. حد البغاة، نعم، بدأ المصنف يتكلم عن البغاة، والبغاة كما ذكرت لكم كثير من أهل العلم لا يراه حدا. ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، نعم، قال الشيخ ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فإنه يكون باغي، والباغي يجوز مقاتلته، وسيأتي بعد قليل أنه يستحب إعانة الإمام على مقاتلته. فكل من أراد إزالة الإمام عن محله، لأن من أصول أهل السنة والجماعة الإمامة، ولذلك الفقهاء يريدون الإمامة في كتب العقائد، ويتكلم عنها الفقهاء هنا في باب البغي، فيقولون تلزم تنصيب الإمام، ويحرم الخروج عليه، ويحرم، وتكلموا أيضا عن عقوبة من يحرض عليه، ويسمونهم قاعدة الخوارج الذي يتكلم بلسانه، وذكروا أن قاعدة الخوارج الذين يؤلبون عقوبتهم على المشهور يسجن حتى يموت، وبه قضى عمر بن عبد العزيز فلا حد لسجنه، وهذا يسمى قاعدة الخوارج. ويتكلمون أيضا عن الخروج عليه بالسيف. قول المصنف من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه إسقاطه، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أو الاعتداء على أرضه، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من إمام للمسلمين، فلكل بلد يكون إمام، وهذا الموجود باعتبار أن لكل دولة لها إمامها ولها ولي أمرها، وهذا مستقر عند أهل السنة وانعقد عليه الإجماع، إجماعات، ومن آخر من حكى الإجماع الشوكاني عليه رحمة الله، فيجوز أن يكون لكل إقليم إمام له ولاية مطلقة، هذا استقر عليه الإجماع منذ القرن الثالث الهجري أو الثاني من أيام دولة الأندلس مع العباسيين. طيب، ذكر الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم أن من اعتدى على بلد لآخر فإنه يدخل في هذا الباب فيجوز مقاتلته، فمن اعتدى على حدود بلد فإنه يجوز مقاتلته شرعا، هذا الذي ذكره، فهذا يكون من البغاة، وهذا معنى، نعم، وذلك يعني حماية الحدود والقتال فيها مشروع، وهذا كلام الشيخ تقي الدين وهو من الدين ولا شك، نعم. وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون، نعم، عليه، يقول إن الإمام يجب أن يراسلهم وإزالة ما ينقمون عليه، إن كان هناك شبهة صححها لهم، وإن كانت هناك مظلمة رفعها، وإن أرادوا حظا من الدنيا بذله لهم، وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، مثل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أمثلة البغاة ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في القتال الذي كان بين معاوية ومن معه وعلي، فإن معاوية لم يكن مريدا إزالة علي من منصبه، لا والله، وإنما معاوية ومن معه كانوا يريدون الاقتصاص من قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه لحكمته والصواب معه قال لا، بل انتظروا حتى تستقيم الأمور فإن أولئك لهم شوكة، فحدث القتال. الشافعي عد القتال بينهما أنه من قتال البغاة، فجاء بعض الناس للإمام أحمد فقال ألا تعجب من الشافعي يجعل قتال علي ومعاوية من قتال البغاة، فقال أحمد وهل يمكن إلا ذلك، فدل على أن إقرارهم على هذا الفعل، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، والبغاة مثل ما حدث قد يكونون مجتهدين. وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم،
فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. نعم، هذه أنه يجوز مقاتلتهم إذا بدأوه بالقتال. نعم. وعلى رعيته معاونته على قتالهم. نعم، هذه أن على الرعية معاونة الإمام على قتالهم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. هذا الذي يسميه العلماء بدفع الصائل، وقد يكون الصائل جماعة كالبغاة، وقد يكون فردا كمن يريد أن يقتل شخصا أو أن ينهب ماله أو يعترض على عرضه، وقد يكون حيوانا مثل أن يكون حيوانا يريد أن يهجم عليه، وكل هؤلاء الثلاثة يسمى صائل. من دفعه يسمى بدفع الصائل، ومن دفع صائلا فإنه كل ما ترتب على دفعه من إتلاف في المقابل أي الصائل فإنه يكون هدرا. فإن قتل الدافع للصائل فإنه شهيد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون عرضه ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وجاء في لفظ عند الخلال: من قاتل فقتل، وهو أصرح في الدلالة. نعم. وإن قتل الدافع كان شهيدا. نعم. ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم نال ولا يسبى لهم ذرية. نعم، البغاة لا يتبع لهم مدبر، إذا أدبر وترك القتال فلا يقتل كحال غيرهم، ولا يجهز على جريح بل يترك ويداوى، ولا يغنم لهم مال فلا يأخذ مالهم غنيمة، ولا يسبى لهم ذرية فيكونون عبيدا يشترون ويباعون. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. نعم، لا ضمان من المال الذي يتلف لا على أهل العدل ولا على أهل البغي، فلو أتلف أهل العدل من أموال أهل البغي أو العكس فلا ضمان على أحدهما على الآخر ما دام في حال الحرب. باب حكم المرتد. نعم، آخر باب هو حكم المرتد، وقلت بعض أهل العلم لا يراه حدا لما سبق ذكره. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. نعم، هذه محلها مفصلة في كتب الفقه كما ذكر المصنف بعد قليل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. نعم، هذا في الجملة. نعم. فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع. وجوبا يجب أن يستتاب وأن يكون 3 أيام. استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف. نعم، وهذا معنى قوله إنه يعود للجحود، لأنه إذا استتيب ولم يتب فحقيقته أنه جاحد. نقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.